ينضم إلينا من عمان محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب سركيز نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية وأسواق العملات. أهلا وسهلا بك معنا سركيز. بداية، يعني حالة التراكم انتهت للمركز الأوروبي وجاء فوق التوقعات مستويات رفع الفائدة ب 25 تقريبا ب 50 نقطة أساس. دخلنا في حالة الترقب للفيدرالي الأمريكي، ما هي التوقعات لأداء العملات خلال هذا الأسبوع؟ صباح الخير. بالفعل انتقلنا من قرار البنك المركزي الأوروبي وقرار بنك اليابان المركزي الأسبوع الماضي إلى انتظار الأسواق المالية هذا الأسبوع لقرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي من المتوقع أن يقوم على الأرجح برفع الفائدة ب 75 نقطة أساس. بحسب مجموعة CME فالتوقعات برفع الفائدة 75 نقطة أساس يبلغ حوالي 80%، بينما رفع الفائدة ب 100 نقطة أساس ما زال موجود لكنه قليل جدا لا يتعدى 20%. بالتالي هذا الأسبوع قد يكون مهم جدا بالنسبة للأسواق المالية. نعم. ولاحظنا بأن الدولار الأمريكي انخفض مقابل سلة من العملات الأسبوع الماضي، هذا بسبب تغير التوقعات من رفع الفائدة من 100 نقطة إلى الاكتفاء ب 75 نقطة. بالتالي هذا الأسبوع ثبت بأن الفيدرالي قد يصبح أقل تشددا مما كان يعتقد سابقا، فربما سيستمر الدولار الأمريكي في تصحيحاته الهابطة أمام سلة العملات، لكن في نفس الوقت إذا أظهر الاحتياطي الفيدرالي استمرار تشدده الكبير ورفع الفائدة مستقبلا قد يكون هذا إيجابي على الدولار الأمريكي. بالتالي هذا الأسبوع قد يتحرك الدولار بناء على قرار الفيدرالي المتوقع صدوره يوم الأربعاء المقبل الساعة 9 بتوقيت المملكة. نعم، يعني سركيس هذه التوقعات، يعني كنا نتحدث عن توقعات للمركز الأوروبي ب 25 نقطة أساس وجاء القرار يعني مخالف لهذه التوقعات، هل من المتوقع أيضا أن يجري ذات الحال مع الفيدرالي الأمريكي أيضا في ظل يعني التطورات وبيانات اقتصادية جاءت مخيبة للأمال وتزيد من المخاوف من الركود الاقتصادي، هل سنعود إلى مستويات ال 50 نقطة أساس في الأسواق؟ الآن بالنسبة لتوقعات الفيدرالي الأمريكي كما أشرت هي على الأرجح أن تكون 75 نقطة أساس، لكن في وقتنا الراهن لا يجب أبدا استبعاد أي خطوة من البنوك المركزية. بالتالي البنك الفيدرالي الأمريكي ينظر بالفعل إلى الارتفاع الهائل الذي حصل في معدلات التضخم، لكن أيضا هنالك مسألة النمو الاقتصادي والبيانات الاقتصادية التي صدرت يوم الجمعة الماضي والتي أظهرت أكبر انكماش يحصل في قطاع الخدمات الأمريكي منذ فترة جائحة كورونا عام 2020. بالتالي مع أني لا يجب أن أستبعد أي خيار أمام الفيدرالي بأن يرفع الفائدة أكثر من 75 نقطة أساس، لكن أخذين بالاعتبار التطورات الاقتصادية التي حصلت وانخفاض النمو الاقتصادي بل وانكماش في قطاع الخدمات، هنا أرجح أن يتم رفع الفائدة ب 75 نقطة أساس. نعم سركيز، يعني إذا ما تحدثنا عن الفروقات بقرارات البنوك المركزية تحديدا البنك الياباني الذي أبقى على سياسته التسهيلية، لكن نرى الين الياباني في حالة من التعافي نوعا ما إن صح التعبير وحالة من الارتفاع الجيد مقابل الدولار، هل نتوقع استمرار حالة التعافي للين الياباني في ظل التراجعات الكبيرة التي حظي بها خلال التعاملات السابقة؟ بالنسبة للين الياباني لقد استفاد من موجات تصحيحية صاعدة، والارتفاع الذي حصل في الين الياباني هو بسبب بعض التقلص في فروقات عوائد السندات الأمريكية واليابانية، لكن في نفس الوقت الارتفاع الذي شهده الين الياباني من مستويات 139 إلى 136 أمام الدولار الأمريكي هذا الارتفاع يعتبر محدود. الين الياباني أحد العملات الأكثر انخفاضا أمام الدولار لهذه السنة، بالتالي بعض الارتفاع لا يدل على قوة في الين الياباني. بنك اليابان المركزي من المرجح وبقوة أن يستمر في سياساته التحفيزية، لكن بدأ المتداولون الآن يتوقعون بين لحظة وأخرى أن يكون هنالك بعض التدخل في أسواق العملات لإيقاف انخفاض الين الياباني، وهذا ما أكسبه بعض القوة خصوصا مع التراجع الذي شهده الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي. فالين الياباني ما يزال ضعيف بفعل توقعات البنوك المركزية، والارتفاع الذي حصل حتى الآن يعتبر تضخيم. نعم، وهذه التوقعات كيف تؤثر على باقي العملات المعومة؟ إذا ما تحدثنا عن الليرة التركية التي يعني وصلت إلى مستويات 17 ليرة مقابل الدولار، وفي حالة من الاستقرار مع ثبات القرارات يعني المرتقبة من المركز التركي. بالفعل بالنسبة لليرة التركية شهدت انخفاض ملموس على مدى الأسبوع الماضي فاق 2% أمام الدولار الأمريكي،
وكما تفضلت تم تداول الليرة التركية عند 17.7 ليرة تركية للدولار الأمريكي الواحد. يجب أن أشير إلى أن هذا المستوى لسعر صرف الليرة التركية هو الأدنى منذ شهر كانون الأول الماضي 2021، وهو قريب من أدنى سعر قياسي التداول عنده الليرة التركية. البنك المركزي التركي محتفظ بسياساته النقدية دون تغيير رغم ارتفاع معدلات التضخم لمستويات ممكن نعتبرها قياسية في التاريخ الاقتصادي الحديث. كذلك الأمر الميزان التجاري وميزان المدفوعات يظهر تراجع، وهذا ما يبقي الضغط على الليرة التركية. أتوقع أن نشهد بعض الانخفاض على الليرة التركية خلال الفترة المقبلة، وهذا الانخفاض قد لا يوقفه إلا تدخلات مباشرة إن كانت سياسية حكومية أو نقدية مالية من البنك المركزي نفسه. نعم، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار، شكرا لك على كل هذه التفاصيل والمعلومات.